فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبدأ في استقبال ضيوفنا. بداية الحديث باش تكون على السيابية، آخر التطورات الحاصلة في الفريق، باش ناخذوها من عند السيد رياض مقداد مسؤول رئيس فرق كرة القدم في السيابية، موجود معنا بالتليفون. رياض أهلا بك. مرحبا بك سلام بون البوست بني رئيس أول خدمة ديالي بالضبط. مش رئيس فرق كرة القدم. لا معناها في بلاصة أيمن الزين دونك باش نكون سيني أفير، باش نكون عندي لو بلان معناها. أما مكلف خصوصا فرق كرة القدم ولا؟ كيفاش؟ قلت لك مكلف فرق كرة القدم ولا سي رياض؟ ثم دكتور رياض بن رمضان هو نائب رئيس مكلف بكرة القدم، ولكن هذا هو. باهي، شنو هي اخر اخبار السيابي سي رياض؟ الوضعيه شنو هي اليوم؟ الاحبه متخوفين شويه مع مستقبل الجمعيه، لو كان تطمن شويه الانصار وتحطنا في الصحن كما نقول. والله يا ما يخوفكمش، معناها اللي تعدى صيف سخون برشا على النادي الرياضي البنزرتي، هو صيف سخون معناها في الطبيعه وفي اللي صاير في النادي الرياضي البنزرتي. حاولنا نحن فما فما بلوكاج ادمنستراتيف اللي الناس كل على بالهم به. خلطنا معناها بحل توافقي اللي هو معناها بعد ما كنت مترأس هيئة تسييرية باش نكون نائب أول عبد السلام السعيداني اللي هو رئيس شرعي نادي البنزرتي، باش نكون في بلاصة خونا أيمن الزين اللي أعرف معناها على استعداد المغادرة، ما عادش عنده معناها موتيفاسيون باش يكمل. دونك براتيكمون إن شاء الله معناها القرار هذا باش يكون في صالح النادي الرياضي البنزرتي، باش نخرجوا من البلوكاج أدمنستراتيف. وبالطبيعة تعدينا العمل الميداني اللي هو معناها بمعنى تكثف الجهود الكل معناها على راسهم عبد السلام السعيداني رئيس الشرعي للنادي الرياضي البنزرتي. اليوم نقول فما بتاتر هدنه في النادي الرياضي البنزرتي، فما صحوه بنزرتيه، دونك الناس الكل معناها غلبوا المصحه العليا للنادي الرياضي البنزرتي. انا باسي الاكسيون اليوم وقت البارح لو دو اوت النادي الرياضي البنزرتي رجع للتمارين اللي تاجلت معناها مرتين، وبالطبيعه ان شاء الله الجاي خير. الوضعية الإدارية شنية اليوم؟ عبد السلام السعداني رئيسي لحد الآن، ولو أنه وضعيته خاصة شوية في فرنسا؟ والله عبد السلام السعداني معناها طونك اللي معناها ما استقالش، في خود هو رئيس شرعي النادي الرياضي البنزرتي. عبد السلام السعداني معناها بالحق معناها في وقت من الأوقات معناها قدم خدمات جليلة للنادي الرياضي البنزرتي، معناها باع أملاكه دونك فوميتر السيد أون فالور. دونك أنا اليوم جيت راني معناها باش نكون معناها شخصية توافقية باش نحاول معناها كل سوا معناها الناس معناها اللي مع السلام ولا ضد، باش نكون معناها همزه وصل. المصحه العليا نتاع النادي البنزرتي هي تقتضي هذايا، على كل حال ان شاء الله نقوموا بالمهمه هذه بما في خير النادي البنزرتي. وبالطبيعه اليوم عبد السلام السعيداني باش يقعد هو رئيس شرعي النادي البنزرتي، ولكن اداريا معناها بور ديبلوكي السيتياسيون باش نكون انا معناها مفوض في تونس. دونك عبد السلام السعيداني معناها خارج حدود الوطن، وبالطبيعه ان شاء الله الملاعبيه يكون عندهم المشكله اللي كانت قبل ان فيزا في ديريكت، ما يخفاكمش معناها فما تعهدات ماليه، فما تقلق من الملاعبيه. دونك سات مومون فما لابسونس تاع الرئيس معناها خيمت على الجو العام، ولكن اليوم ان شاء الله باش نملاو الفراغ هذايا باش النادي الرياضي البنزرتي معناها يكون معناها يتحط على السكه، وبالطبيعه لكل حادث حديث. نحكيو شويه على العوده للتمارين، كيفاش كانت العوده؟ والله العودة معناها اللي تأجلت مرتين، بالطبيعة نحن كهيئة تسييرية معناها كنا في مشاورات معناها مع الأطراف الكل المقربة للنادي البنزرتي، أجمعنا اللي معناها محمد عزيز باش يكون هو رجل المرحلة، معناها قبل ما نخرج معناها ركزنا إطار فني. قاعدة حكاية معناها التأجيل نتاع الوقت اللي جاء الكونفينمون معناها تأجلت العودة. بون اليوم معناها بتنسيق مع الإطار الفني مع نبيل عنتر المدير الرياضي اللي قام معناها بدور كبير برشا ومشكور نبيل، اللي هو معناها على فكرة معناها أصغر مدير رياضي معناها في كرة القدم التونسية، مشكور نبيل. دونك بتكلفة الجهود الكل النادي البنزرتي رجع معناها لدو أوت البريباراسيون. العودة كانت معناها باهية، الناس الكل فرحانة بالريبريز هذيا، وبالطبيعة أنا باسي الأكسيون إن شاء الله ديما نقول النادي بالضبط يصليون في ايادي امين. الاختيار على محمد عزيز لقياده الفريق في كمدرب اول، علاش الاختيار هذا؟ خاصه نعرف ما عندوش خبره كبيره في الرابطه الاولى. لا محمد عزيز معناها بالنسبه لي هو معناها اولا معناها انسان اكاديمي،
لاعب محترف في بلجيكا معناها تنجموا تشوفوا السي في نتاعو. محمد عطيه معناها مرتين دخل كمساعد في النادي الرياضي البنزرتي معناها ومعناها متحمس باش ياخذ فرصته بلانمون على غرار ابناء النادي، والنادي الرياضي البنزرتي راهو في تاريخه ديما يعطي فرصه لابنائه. اليوم نقولوا نحن في الظرف هذا معناها ظرف معناها ابن نادي بامتياز، اليوم رينا في محمد عزيز الكفاءه والقدره اللي معناها باش يقود المرحله هذه باجماع الاطراف الكل. دونك يا ابريتو نقول كلمه لا كومبيتونس لا طونطالاج، محمد عزيز اليوم ان شاء الله نقول معناها غير على الوان النادي الرياضي البنزرتي، دونك باش يكون معناها عنده بلوزيور تاش اللي بتيتر اونترنور معناها من برا بتيتر بالظرف اللي تعدى به النادي الرياضي البنزرتي يمكن ما كانش يقبل باش يقعد. اليوم ان شاء الله نقولوا في ظل الصحوه هذه ان شاء الله نعاونوه، ان شاء الله نوفروا له ظروف الكل، وبالطبيعه معناها الاجواء هي اللي معناها هذه تعاون باش المدرب يحقق نتائج. باهي، فهم لاعبيه ما استأنفوش التدريبات واللي حتى هبطون في الصفحه الرسميه، فما 8 لاعبيه، كيفاش تكون التعامل معهم في المواضيع هذه خاصه؟ والله هذه يعني بالنسبة لنا نحن اللي هبطناها معناها باش نقولوا معناها حقوق النادي تكون محفوظة، هذه معناها أمور إجرائية، ولكن بالطبيعة الملاعبية هذوما زاد تحكي على عدل المنفذ اللي عاين غيابهم معناها. هذه أمور معناها قانونية، كيما الملاعبية تحب تضمن حقوقها النادي لازم يضمن حقوقه، معناها هذا احتراف فما حقوق وواجبات. دونك الملاعبية هذوما معناها أبواب النادي الرياضي بنزرتي مفتوحة، ان شاء الله معناها في قادم الايام معناها اون فالي تريتي سوجي بار سوجي، وان شاء الله النادي الرياضي بالضبط يسترجع ابنائه هذوما اللي نحن معناها مازال مرغوب فيهم ونعولوا عليهم، وان شاء الله النادي الرياضي بالضبط معناها يلقى منهم خير وهما زاد يلقاو خير من النادي بالضبط. قاعدين تحكيوا معاهم سي رياضه؟ هو اللقاء معناها بالدوره هذا برينسيبالمون نبيل عنتر في مفاوضات سي فري الملاعبيه معناها عندهم مستحقات. نحن ابري تو معناها نستناو في ان دي بلوكاج معناها فما معناها ان شاء الله فما معناها فلوس باش تدخل، دونك اون فوا معناها دي بلوكي لا سيتياسيون وان شاء الله يرتورن دي ميور سونتيمون. منين باش تدخل الفلوس؟ فما فلوس جايه منين؟ والله ان شاء الله فما معناها من المستشارين. من المستشارين. باهي، امادو سابو شكاوي حب يفسخ كيف كيف على مبلغ مالي مش كبير برشا، 35 مليون ظهر لي ولا والله يا مدوس ابوه على غرار الملاعبيه تولي ريفراكتير معناها لا باش نلقاو معاه حل وباش يقعد على ذمه النادي البنزرتي، ومعناها ما نقول معناها صحابه سيف عابره وصابو معناها ولدنا نعملوا عليه، دونك حكايه هذه سوف تتر ديبلوكي بروشينمون وقت اللي تدخل الفلوس، دونك باش تكون اولويه من اولويات الهيئه المديره. سي رياضه ذا كل سنه هذه حكايه فارغه قدام موضوع المنع من الانتداب ولا اش عملتوا فيه؟ والله بالنسبة للمنع من الانتداب أنا نحن معناها استراتيجية تاع النادي، فما المدرب معناها تو قاعد يخدم مع معناها لي كونتراكتويل مع النادي، إن شاء الله ما نلقاوش كيلكو جوار معناها اللي نجموا معناها يغطيوا حاجيات النادي، بالطبيعة معناها لازم نحطوا دو بلون كوسوسوا خلصنا باش نخلصوا منع الانتداب ولا ما نخلصوش، النادي بالضبط ما لازمش يقعد معناها ماشي المجهول، إن شاء الله المدرب واعي بهذايا. ان شاء الله الشيف الملاعبيه اللي معناها تحت معناها اللي قاعدين يدربوا عنده فما بوادر نتاع ملاعبيه، وكيما معناها صار عام 2008 على حد معناها ما نتفكر معناها الجيل تاع فاروق بنصة وهتان البراتي، دونك ان شاء الله النادي الرياضي بالضبط اليوم يعمل انويو من ابنائه اللي بالطبيعه هم باش يكونوا صمام الامان، وبالطبيعه ديما بالضبط راهي ولاده وفيها المواهب. معناها نفهم من كلامك صعيب يتنحى من الانتداب توا؟ والله سانسارمون معناها كل شيء ممكن، كيما معناها ما نحن ما خليناش حتى شيء بالصدفه، كان خلطنا يا حبه هذا اللي هو صانع منع الانتداب هذايا، بالطبيعه عندنا ملاعبيه اللي هو نزيد نفكر معناها احمد حطي وعلي الفريو باش ناهلوهم، سينو كان ما خلطناش، دونك ماناش نقعدوا مكتوب فيه الايدي، عندنا ابناء النادي، عندنا الملاعبيه اللي مش حاولوا نترجعوهم هذوما اللي معناها اللي في اللي ريفراكتير هذوما، وبالطبيعه دونك ان شاء الله في اطار جو عام باهي، دونك ومعاه زاد ما يخفاكمش اللي نحن معناها باش ناخذ الملعب نتاعنا 15 اكتوبر بيانتو، دونك ان شاء الله معناها كي تكون فما استقرار اداري ودونك بالطبيعه الجو كيبدا العار نتيجه تبع، وان شاء الله معناها الجماهير تقرب للنادي وبالطبيعه بالطبيعه ان شاء الله مستقبل النادي بالضبط باش بكل خير. المبلغ 620 650 مليون هكا نتاع الملعب الانتداب 540 مليون. مش 500 للجامعه و120 بو بكر تراوري هكا ولا؟ اي هذاك لا هذاك فيفا بو بكر. مازال الموضوع ماهوش ايرجون تاع ابو بكر. ما فيش منع معناتها مازال؟ ما فماش لا. معناها فقط الاشكاليه في تونس مع الجامعه.
ان شاء الله اذا كان احنا نخلطوا باش نلقاو صيغه نتاع خلاص مع الجامعه باه نطور مش المبلغ كل باش نخلصوه دونك الصراع معناها مقسم على اجزاء فهمني وبطبيعة هذا كل معناها مربوط زاد الظرف عام تاع بلاد فما ما يخفاكمش معناها التمويل عمومي اللي فما البلوكاج اللي مربوط بالتقرير المالي ان شاء الله نقولوا اللي صار معناها في الاحداث اللي صارت في البلاد دونك ان شاء الله فما معناها فما ان بلوكاج معناها نقول انا من صولات جهويه ان شاء الله اليوم معناها نجاوزوه هذا والنادي الرياضي البنزرتي راهو معناها ملك الحبال تاعو النادي الرياضي البنزرتي صحيح فما معناها يلزم شويه سوبليس على غرار فرق اخرى وبالطبيعة نحن إن شاء الله يرفعوا لنا من المنح اللي موجودة وبالطبيعة راهو النادي البنزرتي ما يخلقكمش عملية 400,000 دينار بركة دخلوا من التمويل معناها العمومي معناها على اليمين وعلى اليسار دونك هذا شوية في فريق محترف إن شاء الله اليوم معناها الأطراف الكل تتعاون معنا بما في خير النادي البنزرتي. أنت جبت على الملعب سي رياض مع عودة البطولة يكون جاهز إن شاء الله؟ هو أكيد نحن ريسبسيون تاع الملعب على حد علمي باش تكون بين 20 و 25 أوت. معناه انه مرمو يكون حاضر ايه نحن مبرمجين مقابله وديه مع الاتحاد الرياضي المنستيري معناها باش تكون معناها المسرح نتاعها هو ملعب 15 اكتوبر وبالطبيعه معناها الاشغال معناها على نفق خفيف دونك براتيكمون الملعب ان شاء الله نستلموه في التاريخ هذاك بالريسبسيون نتاعو بين 20 و 25 واضح فقط موضوع الملاعبيه من هنا لوقتاش نجم الاحباء باش ليفكتيف يكون كامل وما يصيرش حتى المشاكل اللي صارت في العامين الاخرين سيابي قاعد يلعب على النزول اللي اخذ تقريبا جولات في البطوله والله نحن توا اونكور معناها فما قلت لك مربوطه معناها جوست الملاعبيه معناها باش نوفروا لهم ما متخلد معناها حتى بارتي من المستحقات باش نلقاو معاهم تيران دونتونت مربوطين بالطبيعه اللي توا معناها اللي راهو فيه اللي فلوس جايه نتاع المستشفى معناها البرنسيبال نتاع النادي دونك هذا باش يحل لنا برشا مشاكل وبالطبيعه الملاعبيه باش يرجعوا يدربوا بالطبيعة معناها ان شاء الله فما بعد مستشارين اخرين خاطر النادي البنزرتي اليوم كما قلت معناها باش نفرغوا معناها ب 15 اكتوبر باش يكون على بلاتفورم معناها الاشهار دونك ان شاء الله باش يجيبوا مستشارين جدد باش يخدموا على رواحنا في السوجي هذا نتاع الاشهار فما مداخيل للنادي باراليلمون معناها للتمويل العمومي دونك ان شاء الله النادي البنزرتي اون اورال ستريكت مينيموم باش نعيشوا وعلى غرار لا ندير كورنا فما صعوبات ماليه ولكن نحاولوا نتجاوزوها وإذا في اليوم فما إرادة جديدة في بنزرت دونك إن شاء الله إن شاء الله معناها الناس الكل معناها يعاونونا وديما نقول معناها المطعم الشرعي نادي بنزرت إن شاء الله يعطيك الصحة شكرا لك سي رياض على تدخلك معنا وعلى كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص جديد في السيابية الوضعية حاليا في الفريق موزيكا الأخبار وبعد مكملين في البلاي حتى الخمسة متاع عشية